نلقى الحدث سو ليميت يرجع لكم في رمضان كل نهار خميس من الماضي ثلاثة للخمسة متاع العشية مع تسلم شخير إن شاء الله نكون تعرفنا لأهم المواضيع والمشاغل مصطفى بكير يسري بغلب نبيل بغداد ومحمد الكاسري. نرجع مشاهدينا الكرام ونتعداو للجزء الثاني من حلقتنا اليوم ونستقبل مباشرة ضيفي الثاني سي غازي صخيري كاتب عام بلدية المنسير. مرحبا بك سي غازي. مرحبا وشكرا على الاستضافة وشكرا على قبولك الدعوة سي غازي. مهمتك صعيبة سي غازي بعد الجو الحفالي ولا الجو الرمضانية والجو تدخل توا في المشاكل تاع البلدية. ايوه هما صعيبة هذاك الكونتراكت هذاك تعطي شهر راسك. طبعا بعد ما نشكر الفرقة والجو اللي عملوه لنا حفالي يعطيكم الصحة ومازلنا متواصلين مازلنا في زوز وصلات أخرين نورمالمون. دونك سي غازي عديد التساؤلات اللي يطرحوا فيهم أهالي المنستير ومتسكني المنستير. أولا بخصوص طبعا المارشي سنترال وشفنا الحقيقة نوع من النظام اللي أفرض على أهالي المنستير وعلى معناتها اللي يتراودوا على المارشي هذا ولا يقضوا منه خاصة بشكل يومي، يعني فما نوع من النظام تفرض عليهم في وقت معين، إلا أنه بعد مثلا الثلاثة أو بعد الأربعة تحس كونه فما نوع ما أيضا من التسير، يعني فما ناس تدخل وراء بعضها، فما ناس تدخل مع بعضها فرد وقت، دونك صحيح الظرف الاستثنائي يجب ناخذوه زاد من الجانب الإيجابي نتاعو، معناها فصلح برشا حاجات، ورسخ معناها ثقافة جديدة ولو أو وعي جديد ولو بنسبة بسيطة كبداية. صحيح معناها أنت شنو تقييمك لتعامل المواطنين مع الوضعية الجديدة في المارشي سنترال؟ شكرا على السؤال، أما لو تسمح قبل ما نجاوبك نحب نذكر يعني بما قامت به بلدية المنستير منذ يوم تقريبا يعني منذ يوم 22 مارس يوم يعني اللي تقريبا تم تطبيق فيه بدايه تطبيق الحجر الصحي الشامل. لانه مهم ياسر على اساس وانه لربما يعتقد البعض انه صحيح المصالح وزاره الصحه خدمه يعني عمل داوود وعمل طويل وشاق ومضني، صحيح المصالح الامنيه كيف معناها عملت معناها عمل ممتاز وكذلك مصالح البلديات يعني ما وقفتش. البلديات لازم نعرفوا اللي ممكن في لحظه ما نتنساو الدور نتاعها في معناها في كل المراحل في كل الازمات في كل فما بالك بالازمه هذه اللي فعلا يعني البلديات ما وقفتش وبلديه المنستير بصفه خاصه كان عندها معناها تقريبا يعني امن التقريب الخدمات الضروريه اللازمه اذا كان ما نقولكش اكثر من هذا لانه علاش؟ لانه منشور السيد وزير الشؤون المحليه يقول في اطار معناها الوقاية بالوباء هذايا وأعطاء أكثر ضمانات كما نعرفوا معناها العمل توقف ولكن ثم المنشور اقتصر على بعض الخدمات اللي متمثلة أساسا فيش في إدراج تسجيل الولادات في تسجيل الوفيات رخص الدفن ودفن الجثث يعني تقريبا في أربع خدمات في فترة ما لازم نذكرها ولكن بلدية المنستير باعتبار يعني كيف هي بلدية يعني مركز ولاية أمنت العديد من الخدمات. أنا أقول لك أكثر من هذا يعني حتى المصالح معناها بعض المصالح كيما مصلحة المالية ولا الإدارة المالية يعني وصلنا قعدنا نخلصوا في الفترة الصعيبة هذيك في المزودين في المقاولات وفي غيره لأنه هذاك نعرفوا احنا نعتقدوا أنه ينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية وينعكس سلبا يعني المقاول كما يخلص راه الخدامة وراه كذا وراه المعاملة وغيره فبالتالي بخلاف هذا نأكد لك اللي فما بعض أخرى معنا مصالح أخرى قاعدة تأمن في بعض الخدمات أخرى اللي هي معناها ضرورية ولكن هكا يعني احترمنا التناوب وبالتداول معناها في العمل هذا من جانب اخر ووقتها الاستعدادات كانت كبيره وكان فما تخوفات من الانتشار ممكن احنا توا اليوم ممكن عندنا شويه اريحيه وهذا كان سارتان ريكول لو كان نشوفه في الوقت هذاك صار تخصيص اعتمادات تقريبا 500 الف دينار في اطار المواجهه للازمه هذه وكانت هذه الكل يعني حطيناها في ما يعبر عنه بالفصل اللي نسميوه نفقات التصرف الطارئ وكذلك خصصنا تقريبا 200 ألف دينار
وهذه يعني تقريب السنة الثانية معنا نعملوها احنا البلدية عم ناول تقريب في حدود 15,000 دينار عطينا منح استثنائية للمواطنين مباشرة، لكن السنة في ظرف هذا خصصنا تقريب 31,000 دينار، 30,000 دينار اكزامبل 30,000 دينار و 831,000 دينار اللي باش يشملوا تقريب تدخل مباشر مالي ل 164 عائلة باش يشملهم. هو عم ناول كنا 85 عائلة سنة 164 قبل ان شاء الله معناها العيد معناها يتحصلوا عليهم هم مساعدات اجتماعية تدخل في الجانب هذا. دونك دور البلدية يعني في الظرف هذا كان دور، وبالرغم اللي احنا نعرفوا مسبقا انه الوضعية المالية باش يكون ليها معناها باش يكون معناها الاثار تاع الوباء هذا باش يكون ليه انعكاس سلبي على الوضعيه الماليه للبلديه، وخاصه ان نعرفوا معناها مناش تتركب اساسا بلديه الميزانيه تاع بلديه مستير. شوفوا من بين العناصر نتاعها هي الـ الـ الاداء على النزول لا تاكسيتوريال اللي باش يكون ليها معناها اثر سلبي على الميزانيه، كذلك ممكن معناها نلقاو في جانب اخر الاداءات وكذا نظر الوضع وهشاشه معناها الوضع معناها بالنسبه حتى للمواطنين وكذا ممكن الاداءات هذيك زاد باش تنسحب سلبا، الاسواق ما تخدمش معناها. دونك ان شاء الله نقولوا احنا نوصلوا باش الفتره القادمه نحسنوا الموارد نتاعنا باش نامنوا على الاقل مصاريف الوجوبيه بتاعنا الاجور ومعناها ونفقات معناها تسيير المصالح وكذا لربما ننقذوا العام وننقذوا السنه هذه. نرجع دونك توا حبيت هذه راهو ميساج انا نوضحوا على الاقل المجهود نتاع الناس اللي قاعده تخدم وتحيه لهم الكل خاصه في هذا الظرف الصعيب هذا. نقص في الاسواق الاسبوعيه او نقص في معرض رمضان ماهوش مورد هام ياسر، ولكن انا نقول الموارد نبيل الموارد الهامه هو بطبيعه الحال عندنا الاداءات معناها المباشره، وهنا معناها الاداء على العقارات المبنيه، الاداء على العقارات غير المبنيه، الاداء على المؤسسات ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه والمهنيه واللي هو يعني مو نعرف احنا شهر ونص يعني يعني شهر ونص يعني مصانع ما تخدمش ما تعملش، وحتى مؤسسات صغيره وحتى معناها حرفيين وحتى يعني بعض المهن الصغر المهن الصغرى وغيره، وهذا باش ياثر على المورد هذا. معناها نقول لك كانت معناها اسمها بيل بالفرنسيه لا تي سي ال تقريبا في حدود 2 مليارات ونص تقريبا السنه الفارطه معناها مداخيل يعني هو في اطار الفتره الاولى. اما الدوله ما نزلتش راهو الدوله تو كي نشوفوا الاقباضات اول حاجه بدات بها اللي بنالي تيكروتا معناها سبحان الله كاين الدوله معناها هي في وين في برا احنا في برا معناها. لكن شنو احنا خاصنا ناخذوه على رقم المعاملات. دونك اعتقد انه بالفتره هذيك باش يعني باش يطيح رقم المعاملات. عاد نرجعوا للسوق المركزيه هو زاد كيف كيف في الفتره هذيك وقلتها في وسيله اعلام سابقا انه ما احنا ما نظهروش ما نحبوش نظهروا روحنا في وقت الازمات ونقولوا شنو القرارات اللي خذتها بلدية مستير واللي كانت تقريبا سباقه، وهذه بطبيعه الحال ماذا به الواحد ما يحبش يستعملها ولكن نقولها مثال. لا هي كلمه الحق تقال هي كانت سباقه سباقه سبحان الله. دونك يعني تقريبا فكن ذكروشي في اوائل مارس بدا التفكير في السوق وبدا التفكير في كذا يعني لربما يتم غلقه ويكون معناها كيما المقاهي كيما المحلات نتاع بيع المرتبات كيما يعني العديد من المتاجر وغيره. فبريد مستير خذيت قرار انه في غلق السوق، وكان قرار يعني مبني شجاع ومبني على مداوله مجلس بلدي، لانه نحب نقول زاد كيف ملاحظه اخرى انه وقت الفتره بتاع الازمه الكل تقريبا عملنا 3 جلسات استثنائيه للمجلس البلدي في ظرف يعني صعيب مبدئيا. لو كان معناها نجيو نرجعوا هذا كان ساتان ريكول نقولوا ممكن في ظرف عادي ما نعملوش 3 جلسات في شهر ولا شهر وجمعة تقريبا ولا حاجة قبل جمعتين. على كل دونك القرار كان مبني معناها على فما تفكير قرار الغلق كيف نظن في فترة ما انه وقانا زاد ممكن معناها وهذا ثابت معناها ونجمو حتى ناكدوه انه وقانا باش من لربما معناها فرضية انتشار معناها العدوى معناها الأفقية ممكن معناها كان يكون معناها سبب وهذا نجم نثبتوه كما قلت.
وكان إعادة فتح السوق مبني على أساس التهيئة. قلنا إحنا الفترة هذه لما لا نستغلوها، لأنه الشباب اللي كانت فوقهم نذكروا شوفوا مكسرة صلحناها، كل الأرضية صلحناها، الهيكل بتاع السوق الكل تدهن، أصحاب المحلات اللي داخل السوق ولا حتى في اللي الخارج دهنوا على المحلات بتاعهم. يعني كيف كيف كان ذكروش المكان بيع الأسماك، وكانت الإضاءة الهامشية الموجودة معناها من جانب ومن هنا وهناك كل نظمناها، ولا دي بروجكتور معناها فما دي بروجكتور ونحيناها من كل حاجة سألون عليها برشة 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 من أهالي المستير. الحاجة كانت ماركونت في المرشة متاع مستير، تدخل تشوف صور الزعيم معقد الكبير، قالوا لكم علاش نحيتوهم صور الزعيم؟ هني كانوا ساعة صورة الأولى ركبت ومدة أيامات معنا أيامات، والثانية مش تخلط وبصيغة لا ركبت واحدة انا واحدة ركبت وبصيغة وتنجم تشوفوها. انا نعطيك دعوة ساعة باش تاخذ لها صورة وتولي في البوند بتاع ال دونك. قلت إعادة فتح السوق كان في شروط والعديد من الشروط حطيناها في القرار، ما نعرفش تحب نقراه لكم ولا ميسيرش مقتطفات منه. يعني ضرورة ساعة فما تأمين الدخول وتأمين عملية الخروج، وقداش يلزمك معناها من عملة معناها وهذا أمناه، وشكون ينسق، شكون المنسق، فما منسق معناها اللي هو منسق عام معناها العمليات هذه الكل، وكيف كيف عملنا معناها كل يعني مترو بالنسبة للتباع الاجتماعي هذيك مترو معناها تقريبا احترام مسافة الأمان أمان هذيك متر تقريب. ثم ضرورة يعني لبس الكمامات بالنسبة للحرفاء، وفرضنا زادة كيف كيف على التجار باش يلبسوا معناها الكمامات، والحرفاء يلزمهم معناها مش يلزمهم لكن دو بريفيرونس واحنا ماذا بينا هذا انه يستعملوا القفة، اللي معناها نرجع لك القفة بتاعنا معناها بتاع الصناعات التقليدية واحنا الكل قلنا هذا اللي معناها نحيوا كل ساك اللي هو ممكن يكونوا معناها مصدر بتاع معناها العدوى انتقال العدوى وكذا. كان فيه كيف كيف شروط بالنسبة لبيعة السمك، انه وفيه مخالفات وصلت توصل المخالفة تقريب انا ما اظن 300 دينار تقريب المخالفة، مخالفات بالنسبة لبيعة السمك اللي معناها يحطوا معناها يبيعوا الحوت معناها على القاعة معناها على الواحد. كيف كيف التجار نحينا لهم كزاي الكل، كان لبعض لخارج متر وبعض كذا، ووزناهم في 60 سنتي برك معناها باش يخرجوا. معناها تقريبا جملة من الإجراءات اخذيناها، وكانت الحقيقة يعني الانطلاقة كانت طيبة، ما نعرفش لاحظتوا الانطلاقة طيبة. ربما باختصار نقول ربما صار شي رولاشمون في الفترة هذه، وقتاش أو شو قلت لأنه علاش هو توا رمضان صحيح، وصحيح الناس واحنا عاملين زوز فرق بالتناول معناها يوم كامل اونونجاج تقريبا معناها اكثر من 15 عامل معناها مش شويه، ولكن انا نقول لك ناكد لك معناها حتى العشيه كان لاحظتوا حاجه ممكن انفلات، ما عادش فما زحمه كبيره العشيه ابارتير من الاربع تاع العشيه. انا ندخل للسوق ونشوف وريد ما فماش الازدحام الكبير ولا كذا، بالعكس فما يعني تقريب. وحتى توا برجوع من الادارات مو نعرف احنا معناها توا الادارات كل معناها اللي في الجهه يعني تقريبا يدخلوا للسوق في حدود ماضي ساعتين ماضي ساعه ونص. احنا تقريبا الريلاشمون يصير في الاربع، وممكن ما نعرفش انا ان شاء الله نكون معناها ممكن، لكن انا عين اذا كان فما ملاحظات نجم نحسنوا، اذا كان رينا فما ازدحام وفما معناها من الحاجه تستدعي ان ندخلوا نعاودوا نرتبوا الامور ما فما حتى اي اشكال. واضح. ما ننساوش انه في العقليه نتاعنا راهو كان قرار شجاع من ممكن الناس اللي ما تعرفش مدينه المنستير او السوق المركزي بمدينه المنستير ما تعرفش حتى عقليه المنستير كفنيه، راهو بتسكر له المرشي
هي حاجة مش سهلة، معناها خاصة أن الرجال الكبار اللي مستنسين كل صباح يلزموا ليروتريتي والناس هذوك اللي يهبطوا كل صباح هذيك القهوة المارشي باش يخرج قضيته يحبوا على الصباح بكري باش يهبطوا على السرعة الفريشكا والواحد وكذا دونك بعد وذاك راه خلق مظاهر أخرى نتاع تسيب في الحوم اللي ريناهم وفي بعض الأماكن اللي عملوا برشا انتساب فوضى وكذا. كانت من بين الشروط واللي ما نجموش نحملوكم مسؤولية الكمامات باعتبار أن الكمامات في الوقت اللي حل فيه المرشي ولو أنكم أنتم أخذتوا القرار ما كانتش موجودة ومتوفرة بالعدد الكافي وبالمعنى أنه ما كانش كل مواطن نجم ياخذ كمام ما فهمش الكمام إذا كنا نجموا على غالب في الفترة اللي تحل فيها على أساس أنه كانت في موعود من الدولة أنه الكمامات باش تتوفر لكن في الأخير ما توفرتش. لكن بالنسبة للقفرة وكان معقول خاطر في حوار كما هكا مع سيد رئيس البلدية معناها أكد على الأكياس البلاستيك أنها معناها خطيرة وتمثل معناها مصدر نتاع العدوى. لكن هذا يرجع اليوم ما نجمش نحمل البلدية كل شيء معناها اليوم زاد يلزم وعي المواطن وقلنا زاد بلول 40 برك في المرشي راهو شوية المرشي نجم يلزم حتى 100 فرد وقت ما غير ما يكون فما معناها ازدحام ولا التساق. لكن زاد فما حاجة مهمة جدا ريناها في المرشي وهي غيابك الانتصاب الفوضوي اللي كان كل رمضان نشوفوه أو حتى في كل يوم وطور نتاع في 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 حرم المرشي البرة من المرشي وذاك الحقيقة اليوم الناس الكل معناها حتى السيولة نتاع السيارات اللي تتعدى والناس اللي تتعدى هذا معناها منظر نتاع تحضر اليوم ريناها معناها محلى إن شاء الله الإشكالية راهو سي غازي مش اليوم إن شاء الله اللي حصلناه اليوم اللي نعتبره مكسب حتى في النظام نتاع المرشي وحتى في الانتصاب الفوضوي اللي بعيد على المرشي والباهي وهالنظافة هذه خاطر كان لازم راهو اليوم بالحق برافو للذكاء معناها للقرار الذكي اللي خذيتوه في استغلال الوقت هذا في إعادة تهيئة المرشي وتنظيفه وبرشا كان بالحق فما حوايج معناها ما تليقش بمرشي المستير وهذا ما تنجموش انتوما تدخلوا فيه وقت على خاطر ما عندكمش الإمكانية ما عندكمش الوقت الكافي لكن اليوم بالحق معناها قرار ذكي برشا واستغليتوا الفرصة بطريقة معناها رشيدة جدا رشدتوا استغلال فترة إغلاق المرشي. لكن هني هنا على الأيامات اللي جايين على المظاهر هذه اللي ولينا نشوفوها قدام مرشي مستير وفي وسط مرشي مستير ان شاء الله كيما اليوم قلت لك نحينا الزايد ان شاء الله نشوفها توا الكوفيد والكونفينمون يوفر رمضان وبعد الناس كل ترجع كيما تحب هي هو تعقيب على الملاحظه نتاعك فيما يتعلق بالانتصاب خارج السور يعني قلت فما مظاهر نتاع كذا يعني نتاع انتصاب الباعة وكذا احنا لازمنا نلاحظوا حاجه انه بعد ساعات نقولوا ربا ضاره النافعه لانه علاش يزبنا ديما نرجع شوية في تالي نرجع شهر التالي ونرجع كذا وقت اللي ناخو أنا مع التاجر الفلوس يزمني نغسلهم ونعقمهم وقت اللي ناخو الخبز يزمني نسخن وقت كذا مش باش نشجع على الانتصاب هذا معناه ولكن نقول وقت لقينا مظاهر من نوع هذا أكان في الولايات مستير والولايات كل وفي كل الولايات داير انت لاحظتش فما ياسر يعني نقولوا احنا جراجات دي جراج معناها تابعين المساكن ولاو معناها محلات لبيع الخضار ولكن في الفتره هذيك لربما نقول ساهم زاد في عدم انتشار الواحد الوباء لانه فماش ازدحام ومتوفر يعني موجود فما تباعد كبير يعني وتلقى يعني حتى كي تقضي من الخضره ولا غيره فيها رياحيه فماش كل زحمه وفماش كذا لربما ولكن هذا مش وهم راهو شي تو يتنحاو من تلقاء انفسهم راهو تو توفى معناها ان شاء الله الازمه هذه وتوفى كذا اسواق منتصبه في حوم اسواق في وسط حوم ملحوت اللي تتصرف في بالك فما ولكن انا اعتقادي فما ولكن انا اعتقادي انه لربما عاوننا شويه المظهر هذاك اللي هو ماهوش معناها لايق وممكن ماهوش معناها واللي هو عشوائي ولكن هذاك باش يضمحل بالطبيعه اكيد هذا ثابت لكن الحاجه اللي ربحناها السنه هو محيط السوق والمدينه معناها وسط المدينه معناها ما لاحظناش فما كل ازدحام وخاصه محيط السوق لانه ما فماش يعني منتصبين وفماش كذا فوضويين ان شاء الله معناها ان شاء الله تكون انطلاقه هذه معناها بدايه انطلاقه وممكن نبنيو عليها باش نخليه معناها متنفس كبير للسوق لين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقاو معناها حل
جذري للسوق المركزية اللي يليق بالمدينة. به هو تو في البروجيكسيون تاع الحل الجذري للسوق المركزية. برشا ناس تقول ولا بور انه يكون في المعرف تاع المنستير، والتو الحديث معناها على سوق المنستير يقول لك بور كوبا في المعرف يكون مرش كبير وبعيد على الاكتظاظ على وسط المدينة، وزيد الاسباس كاسباس كبير معناها معرف المنستير الدولي. شنو يلزمه؟ معناها يلزمه تكلفة كبيرة، هل هنالك سد معناها من أطراف معينة؟ علاش ما مشيتش ليدي هذه مع أنها تذكرت منذ سنوات يعني تحكي فيه الموضوع هذا؟ هو شوف معناها نقولوا المعرض، ولكن فما على الأقل ثلاثة أربعة فرضيات، معناها مش بالضرورة يكون في المعرض. وصحيح انه بلدية مستير قامت بدراسة سنة 2015 وعطات معناها ديباريون معناها الفرضيات، معناها نجم يكون هنا، نجم يكون في يعني في مقابل المعهد الثانوي، نجم يكون في المحطة هنا بار اكزومبل، المحطة هذه اللي بحذانا مع المونيكات معناها نعبروا عليها بالمونيكات، نجم يكون في المعرض، نجم يكون أيار. انا نأكدهولك في هذا في كلمتين انه فما كوميتي دو ريفليكسيون توا قاعدة تخدم على الدوسي هذا داخل أسوار بلدية المنستير، وإن شاء الله باش نخرجوا مقترح يكون مزيان ويكون مقترح يليق بالمدينة ويحل لنا الإشكال معناها التبضع والتسوق معناها كذا في سوق مركزي لائق ويكون فيه مواصفات صحية وتنظيمية معناها مطلوبة. يشارك فيها المجتمع المدني؟ لا 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 احنا وحدنا وسند احنا في دار اللجنة بتاعنا يسألوا في يسألوا فينا سيغازي هل أنه المعرض معناها ملك بلدي أم لا؟ معرض المنستير يسألوا فينا أكد لهم أعطيها ديريكت ملك بلدي ملك بلدي واضحة الإجابة واضحة ما فيش شك وميساش احنا مو ندخل الأسئلة بتاعك قال ربي أسألوه أنا أسألنا يسألوا نمشي للمصطفى أنت عندك ما أنت شاركت في المجتمع المدني في الفترة الأخرى وبالتنسيق أيضا مع الفردة المحلية فيما يخص جمع التبرعات إلى آخره للمصابين مش للمصابين معناها فيها ظرف نتاع الإصابة بفيروس كورونا للعائلات المعوزة والمستحقة إلى آخره. معناها أنت عندك سؤال تتوجه به للسيد كاتب العام لبلدية المنستير. أما الحقيقة زوج سؤالات، السؤال الأولاني اللي حاب بطبيعة الحال نشكر البلدية نتاع المنستير، خلينا هنا نحكي على بلدية المنستير خاطر فما خبر اللي قريته البارح في تونس يعني بدون نذكر أسماء خاطر في حزيات سياسية. عوين متاع البلدية يخدموا في البارك في عوض هما يأمنوا الكره متاع البلدية ويأمنوا على السلعة متاع البلدية ويأمنوا على السيارات الإدارية يحوصوا بالسيارة شرط البيئية ومشاوا يعني عملوا بربكيو بها في الليل ويحوصوا واحدة كلها لهنا يحبلوش البلدية خاطر اللي ما يعرفش اللي الوالدة بتاعي كانت تخدم في البلدية ونعرف البلدية والجو العائلي اللي يضم أغلب الموظفين والأعوان والعمال وكل هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في اللجنة المحلية وقت اللي تشكلت مع المجتمع البلدي بطبيعة الحال مع ضمن رئاسة البلدية ككل يعني إطار البلدية ككل فما سلاسة في العمل ولكن فما وقت اللي دخلت فيها العمل السياسي والعمل الشعبوي وفما برشا أطراف اللي هي شوشت على المسألة هذه بلدية مشيت منحة آخر مشيت المنحة الإداري الخاص بها باش ما تدخلش في الشعبوية السياسية ولا شعبويات يعني المناطق الضيقة. المسألة الثالثة اللي نحبوا نحكيوا عليها هنا في علاقة المواطن بالبلدية علاش وهذا السؤال المركزي يعني عنا أكثر من أربع سنين عنا وزارة التكنولوجيا والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة وعديد الوزراء اللي حكينا معاهم وعديد الوزراء اللي احنا اتصلنا بهم لمدة متاع العلاقة المباشرة ما بين المواطن والإدارة التونسية العلاقة الإلكترونية مثلا مش بس الأمور خلي المجتمع يقول لك عن هذا فاش قاعد يحكي يعني عندي مثلا امي كبيره ما تنجمش تنقل بلدية ولكن في نفس الوقت حاجتها باش تطلع مضمون وانا مش بحذاها وهي وحدها فمشي كيفيه هما كيفيتين الكيفيه الاولى اللي هي تدخل يعني على البوابه الالكترونيه تدخل بلدية المنستير تصب الفلوس وتاخذ الوحده نتاعها بار اكزومبل سهلوا لها الماموريه دي عن طريق البوسطه ولا شركه خاصه تتعامل مع المساله هذه مثلا في المشاريع ولا في الخدمات اني باش نحضر دوسي باش ناخذ رخصه تاع فني نمشي مره الاولى باش ناخذ اوراق
نمشي مره ثانيه مش مصدق على الورق بتاعي، نمشي مره ثالثه خاطر اني غلطت في ورقه لازم نعاودها. يعني هنا في البلديه سي غازي فماشي امكانيه ولا فماشي رؤيه جديده لعصرنه الاداره التونسيه؟ خلينا نبداو احنا في المستير، نبداو برواحنا، نبداو ادارتنا، وخلي التونس يتبعونا كما احنا كانت مدينه الامل ومدينه يعني الكوفيه ومدينه الشفاء على شلال مدينه المونستير، نبداو عصرنه الاداره نتاعنا مدينه اكزومبلير ان شاء الله بتبعت الحال. شكرا على السؤال هذا. هو الحقيقه معناها المتتبع للشان معناها الوطني فترة الأخيرة اللي تعدت بها معنا كل بلدان العالم وتونس بصفة خاصة، يعني احنا تونس لاحظوا انه الوباء هذا اعطانا حاجة وخرجنا بنتيجة، هو حتمية معناها رقمنة الإدارة التونسية. البروفاني وقت حاولنا باش نعملوا محاولات تاع الرقمنة ما عطاتش النتيجة من الأول اللي كنا عطات من بعد. ناخذوا الإكزامبل نتاع ال 200 دينار ولا تقريبا 200 دينار 200 دينار من الأول ما مشاتش الأمور، وبعد وقت الباز دوني حضرت ولات معناها قائمة كذا تشوفوا معناها تحسن. دونك العقل يعني التونسي قادر باش يعمل الشيء هذا في مواضيع خاصة وخصوصية بالأساس المضامين وغيره وكذا الخدمات هذه فيها جانب قانوني راه. دونك معناها الرقم نتاعها ما اعتقدش باش تكون معناها بالسهوله اللي ممكن الواحد يعتقدها انه يعمل يسوفي معناها دو تابي على الواحد باش يخرج قبل ما لا المضمون، لانه في خصوصيات وفي كذا. نحكي انا عن حاله مدنيه بصفه معناها خاصه. دونك هذا يتحب له عمل. انا هيك مانيش فني ومانيش مختص، ولكن نقول ديما الجانب القانوني هذاك الجانب الاخر معناها العلمي والاعلاميه والتطبيق الاعلاميه هذا كل ما يلزم جانب اخر هو قانوني باش يثبت. لانه علاش احنا مو نعرفوا فما بعض الوثائق مانيش بياخذوها كالاصول الفروع هكا ولا استاذ. دونك معناها فهو هذه خلي اهل الاختصاص تو ينظمها. نرجع للنقطه الثانيه في علاقه ببعض الخدمات الاخرى الخاصه بالبناء وغيره. ان شاء الله احنا غير جات الازمه كانت عندنا كنا نعتزم باش ننشنوا نفتحوا فضاء المواطن. فضاء المواطن هو حاضر جاهز للبناء، معناها قسم فضاء المواطن جاهز، العوالم شيخ ماني جاهزين وحاضرين، عملوا معناها دورات تكوينيه ما شاء الله. وهنا هون نعطيك اكزامبل بالله لو تسمح في الخدمه هذه بالذات خدمه رخص البناء. شو الفلسفة بتاع فضاء المواطن؟ أنه المواطن لما يعتزم باش يقدم ملف رخص بناء أول حاجة يلقاها مع الواحد الباج يدخل يسير الخدمات تلقى شنو المكونات اللي تلقاها، ولكن لما يحضر الملف بتاعه يتوجه مباشرة إلى الدائرة، وعاون الدائرة بمجرد تسلمه معناها ملف الرخصة يقوم يعني بعمليات معناها من بينها المعاينة مباشرة وديركتمون هو مربوط بفضاء المواطن وبالإدارة الفنية. يعني مباشرة يقول سيئ اللي ما عملش معاينة ملف يوصل للإدارة الفنية يوصل تريتي غادي في أجال معقولة وهي مقنعة، والمواطن هنا ما عادش يمشي للدائرة وما عادش يمشي للإدارة الفنية وما عادش يدخل للإدارة الفنية، بل يلتجي مباشرة لفضاء المواطن لمعرفة هل أن معناها الخدمة بتاعه تمت ولا. هذا كنا مش نبداو بون جاء معناها جات الأزمة هذيك لأنه حاضر معناها أنت الإجراءات حاضرة وكل المعدات حاضرة الإعلامية غيره وشباب باش يخدم سيارة النور هذا في قريب. دونك ما قلتش أن رخص البناء برك باش تكون خدمة رخص البناء وخدمات أخرى باش تتم معناها معالجتها على هذه الشاكلة. بيسا باهي سؤال ربما نخدموا به وربما سؤال اخر بعده للزملاء. المقابر تنظيف المقابر برشا ناس حكيت على المقبره نتاع المستير وتنظيف المقابر، هل ستقوم البلديه معناها بتنظيف او صيانه المقابر بالمنستير؟ شوف هو ديما يعني ريت الاجابات بتاعي الكل باش تكون فوكاليزيه على مخلفات الازمه اللي عشناها الفتره الاخيره اللي هي وقفه البرامج الكل. لانه علاش؟ بالنسبه توا مثال ناخذوا تنظيف المقبره، احنا عندنا مقاول متعاقدين معاه يقوم بالعمل بتاعه، ولو كنا في اطار وسير معناه وفي وضع عادي راهو المقبره نلقاوها في حله يعني باهيه وراهي نظيفه وراهو كذا. وقتاش رجع المقاول؟ المقاول رجع نهار 4
اعطيناه تلخيص وكذا على اساس باش يواصل عملية التنظيف. يا حبيبي احنا كنا نتمناو لانه المقبره تحت كما السنه الفاتت تكون جاهزه ونظيفه في وقتها. يعذرونا شويه الخير المواطنين واحنا ما حنش مقصرين الاسبوع الفارق والاسبوع هذا وزدنا دعمنا حتى الفرق بدنا نتاع نحن لانه نعرفوا انه ان شاء الله نحاولوا على الاقل نحاولوا نظفوا لو ماكسيموم ما اذا كما خلطناش 100% راهو فما سبب وهذا هو فسرته السبب علاش. باهي يوسف خليك برشا مواضيع باش نخدموش انا باش نقول لك المواضيع وانت الناس تحب تسمع على موضوع الكورنيش القرعيه التهيئه نتاع الكورنيش مساله سوق ليبيا مساله ازاله الاكشاك والانتصاب الفوضوي مساله القاعات الرياضيه في المستير مساله انه في العيد اليوم نحكيو على المقابر انه فما جرايد خاصه ولا تعرف انت ما فماش يكون صلاه العيد اثنين ممكن ثم حاجه مزينه برشا اللي البارح كانت مولود كانت حاجه فرحوا بها الناس هي حكايه مدفع الرقاب اذا بينا نتفاهموا الناس علاش لا بالحق والله كانت حدثتها الناس تبع فيها كانت حدثتها وكل يعني كي تشوف الامبيونس والناس ناس وحنا خاطر كانت عندنا عاده معناها مدفع الرقاب في المناسبه نهار 20 رمضان تقريبا معناها باش شرينا المدفع فما كان تاخير الناس نفهموا علاش تاخير احنا فاهمين هذا بيك تفهم الناس كيفاش على كل بالنسبه للكورنيش القرعيه نحب ناكده لك يعني انه ماشي في الطريق الصحيح بتاعه ان شاء الله قريب معناها لابيل دوفر ان شاء الله قاعد يحضر دوسي معناها لابيل دوفر مع مكتب الدراسات بون توخرت شويه فما روتار كيف كيف نرجعوا معناها لانه معناها الفتره اللي فاتت كلهم مكاتب الدراسات مسكره والواحد مسكر دونك رجعنا وان شاء الله معناها ان شاء الله قريب معناها تكون لابيل دوفر تخرج معناها العموم لجاي تخرج لابيل دوفر وانا هكذاك راه نقول لك حاجه هو طوبيو رب ضاره نافعه لانه لو كان كنا في شهر مارس وربما في شهر ماي خرجنا لابيل دوفر وتنطلق الاشغال معناها في جويليا شكون كارثه لانه الناس في البحر وناس كذا انا جو بريفير ودي ميرسي وربي معناها هو كذا اللي جاب هيك التقسيم معناها دونك كانت هيك الله غالب معناها هذه اراده الخال انه انا نقول في ينطلق في سبتمبر اكتوبر ميو كي ينطلق معناها في شهر هذا رايي معناها سوق ليبيا. بالنسبه لسوق ليبيا طلبات البلديه شنو انه تقدمنا عن طريق السيد الوالي وكلمنا زاد كيف كيف المدير الجهوي السيد المدير الجهوي لأملاك الدوله على اساس شنو قلنا فما القطعه اللي بحذا اللي هي البارتي الجزء الثاني من معهد مقتطعه من معهد سالم بشير وراء المركب المبيت على السخيري نبيت على السخيري بعد المركب الثقافي قلنا هذيك لما لا ناخذوها بصفه وقتيه تو ويتم عمليه نقله السوق لانه السوق في المكان هذاك سوق يعني نعتبره معناها ماهوش لايق نعتبره لو كان يصير لا قدر الله وقت تشوفوا اليوم احنا درجه حراره معناها 40 درجه واكثر لا قدر الله حريق ينشب حريق كذا صعوبه في التدخل كيف كيف عندنا مشروع مهم اللي باش ينطلق هو مشروع حمايه ترانش الجزء الثالث تقريبا هذا من حمايه مدينه المنستير من الثالث لا حمايه مدينه المنستير من الفيضانات ترانش اخرى باش تخدم ترانش فونكسيونيل باهي دونك باش يكون الريزو باش يتعدى غادي من سوق ليبيا دونك انا با دو شوا معناها يلزم هذا كيف كيف نلقاو حل باش ننقلوه وهذا يلزمه ينقل والاعتبارات هذه ان شاء الله نلقاو الحلول وحتى اخر مره معنا مع السيد الوالي طرحنا له الموضوع وكان معناها تقريبا متشجع وباش يعاونا دون سو سونس قلت لي على خنقته في حاجه اخرى اللي تو فكرتني في حاجه وهي مساله الباركينغ خاطر برامون كان شنغال في المستير اللي ماهوش متاثر بالكوفيد بلوز انا ما موقفش بالكل شنغال يهز ويعمل معناتها نجاوبك على شنغال ثم ما هذا يطرح مساله الباركينغ اليوم يطرح مساله الباركينغ في المستير سيارات كثرت معناها وين نحطوا البلديه على غالب اعطات رخص وفما ناس ما التزمتش خاصه كي نشوفوا احنا اليوم طريق القروان معناها العمارات الشاقه هذيك وما فماش الباركينغ سوتيران ويخلص الاختيار طريف وكذا ممكن سوق ليبيا بعد البلاصه هذيك باش تكون حل مؤقت ممكن وحنا المستير انا فدينا سيراسي الحقيقه من المؤقت اللي هو داير مو فما بعض ماذا بينا من فضلكم البلديه والقائمين على الشان البلدي في المستير
زاد شويه ذوق في راهو فما مشاريع ما تجيش في وسط المدينه وما تجيش بحذا مثلا مؤسسات تربويه هو يقرا الداخل والاخر يعيط البيلا بلف ولا ما نعرفش انا ما نعرفش الجناريه ثلاثه بلف ولا ما نعرفش عليه زين مش معقول فما حاجات اللي بالحق ما تصيرش احنا اليوم بالحق كتابه اليوم من ملاقار على اليسار السائح ولا وانا توما فما سائح لكن اي انسان يدخل على اليسار يلقى سوق ليبيا يدخل على اليمين يلقى محطه الواجهات هذه نتاع المسير الجنوبيه ما نجي يعمل العار بالحق ويغزر قدامه زاد فما لكشاك وفما المناظر هذه اول راهو ينجم يكون هو خارج من النزله نتاعو باش ياخذ المترو باش ياخذ يخرج من ملاقار اول منظر باش يعرضه في المستير هذاك بعد ما يشوفك السبخه وكل المطار هو جاي في الواحد في السكه اول ما مي 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 سامحوني على الكلمه يتخط بك المنظر الغير لائق بالكل اللي نجوا فيه توا اخرج توا بعدنا وشوف ايوه انا قلنا مع البركه والدرجه مش مهيئه الكل حتى فما خريطه نتاع توجيه مدينه المونستير وكذا تثبت على ما تبدلت كل المستير على كل هذيك يضيع التوريست كان نرجع لك صار المدفع رمضان ولا ننسى دونك بالنسبه للمدفع احنا كنا جاهزين تقريبا اتون دومي معناها مارس كانت الاذن معناها بالتزود حاضر واحنا متعرف معناها فما مونوبول في الذخيره هذه في تونس ما فماش معناها حد اخر يعني وهي مؤسسه تابعه معناها وزاره الداخليه وكذا دونك دونك تعطى كل شيء كيف يعني دخلت في كل شيء يعني الأزمة معناها وكانت هي شنية علاش لأنه فما الذخيرة هي أبورتي وتعطلت وزاد معناها وقفت توتالمون من بعد احنا قعدنا باتصال بهم وكنا نحبوا ونحبوا أنه معناها بداية رمضان ينطلقوا مع هذا المدفع معناها بالنسبة لنا ولكن لين وصلت نهار الاثنين اتفقنا معهم لانه فما اجراءات امنيه وكذا كيش مش معناها تجيب موسيل وبعض ممكن المواطن يقول لك الذخيره هكا الموتور يمشي يبعث شاحنه يمشي يشريها في الحانوت وكذا لا هي فما مرافقه امنيه فما كذا فما اجراءات وكل لين وصلنا انه امس خلطت تقريبا في حدود الساعه الثالثه بعد الزوال وانطلقنا معناها هكا سعدي بدود هكا شيخ معناها واحد كله عامل جو معناها حضره كامله وجمهور كامل كذا واحد وامور الموضوع اللي بعده جبت لي نسمع بعضهم هما خطيب معناها لي باركينغ ناقص لي باركينغ بس يعمر معاهم يصور البارح زميلنا يصور القاعات الرياضيه معناها شو التوجه شو الرؤيه معناها شو الاسئله معناها يندرى نشوف التمشي انه نشجعوا على فتح قاعات رياضيه ولا لا ما فهمتش ولا هو ياسر توا ويسموهم لا عندنا زوج قاعات رياضيه تحكي على بلديه بلديه قاعات رياضيه يعني بالحق ناقصين برشا صيانه احنا تكون عندنا معناها احنا معبينا عندكم زوج قاعات على الاقل على الاقل على الاقل عندك قاعه محمد الزاني فما سقف وفما البارتير هذوما ان شاء الله معناها هو السقف اللي زرعت معناها وكذا وعندك البارتير معناها مش ايه لا على الاقل هذوما الساعه قلت انا اللي هم مهمين اول حاجه عندك غادي من زمان شطط وتذكروا فما ماتش وخر وخر تاع كذا مشروع انتهى ما نحكيش عليه معناها انطلق وانتهى على روحك وعندك التركيب بالنسبه للبنجانات فما العديد من التدخلات راهو باش تقوم بهم البلديه بون توا نجم ما نحسبهملكش اما نجم نقولهم لك معناها بالضبط العديد من التدخلات في قاعده البنجانات وباش يتموا هذوما بحول الله خليكم من بعد الكورونا نعملوا حلقه خاصه نحكيو اون ديتاي قلت لي على ممكن شنو اخر فما بون لك شيك باغ اكزومبل نعطيك حاجه سهله مجلس البلدي المنتخب الحالي جاء اخذ قرار قال انا بالنسبه لي كمجلس بلدي نمنع معناها منح تراخيص لتركيزك شيك انتهى الموضوع بالنسبه معناها طبعا عميد ما عندناش حتى ترخيص القديم باش نعانيوه وباش نشوفوا له اوفا معناها باراكور باش تعالجوا زاد ماكش باش تجي نهار معناها دوجور لوندما باش تقول هاي طون كذا فما حاجات اللي نعرفوهم معلومه كيما مثال تهيئه فسحه نتاع الشاطئ القرعيه دو فيت باش يدخلوا انتجري معناها باش يكونوا انتجري في البروجي دونك هذوكم بطبيعه الحال باش يكونوا في حله اخرى وفي مظهر اخر باش يكونوا معناها يندمجوا ويتم ادماجهم معناها في المشروع ومن بعد باراكو معناها نعالجوا الوضعيه كيما ناكدوا على بري بروجي ولكن ما نساوش زاد ما نساوش الله يرحمه هو توا سي مازن بوفا مؤخرا مثل الكشك نتاع مش ولا الكشك نتاع الليبي الاخر نتاع الليبي ولا غيره هذوما لو كان تحيهم
زين فما لورفيل ولا ميداي فما ناس تقول لك لا هذاك التراث دخل هذاك التراث صحيح لا ما نتكلموش فما اكشن هذا وهذا لكن ما فاتوش القانون معناها قعدوا حافظوا على شيء رخصه تاع الدوله حافظين معناها يا اخو زوز متر تلقاه عنده فما البعض فما البعض كيما قلت لك فما انتيغراسيون بيصيروا في البروجي هذاك ممكن نقصد هذوك اكيد باش يكونوا يندمجوا في المنظومه نتاع المشروع بشكل اخر نقص على بشكل اخر بعد انك ما تخليه يحافظ على بشكل اخر بصحه اخرى بنظام اخر ومعناها كذا وهذا اكيد لانه كان بلش به المشروع ولا اسمع ما لازم نشكر فما شكر صغير في الكلام اللي قالوا بكري مصطفى انه بالحق معناها بلديه المستنستير اليوم اثناء كانت في اطار المجابهه الكوفيد هذا معناها السباقه وهي الخليه المحليه للمجابهه الكوفيد اللي هي معناها بالاشتراك مع المجتمع المدني يعني كانت قبل حتى معناها مبادرات الدوله يعني في الخليه الجهويه وكذا معناها الحقيقه كانت خدمه كبيره واليوم كي تقول لي بلديه المستير معناها عامله معناها شويه من الميزانيه لمساعد او فما معناها بستاتي معناها المساعدات الاجتماعيه يعني الحقيقه بالحق احنا نقولوا لو مير دو مونستير نقولوا بول بلاد انا معناها اقرب البلديه ديما اقرب للمواطن من الولايه ومن الوزاره ومن الكل معناها هي اللي قريبه للمواطن هي اللي في حياته اليوميه مساعده نقديه راهو وهذه التجربه الثانيه يعني السنه الفارطه والسنه هذه دخلناها برافو معناها يعني عائلات معوزه وكذا مباشره يمشي لهم معناها منحة استثنائية قدمها بلدية المستير في شكل معناها نقدا وتتراوح انت وعدد الافراد حتى جمعية المجتمع المدني راهو معوزة شوفوا المنحة بربي وركعوا لهم المنحة نتاعهم على خاطر الجمعيات قاعدة تعاني زاد ان شاء الله نرجعوا ان شاء الله نرجعوا تو نفسوا 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 معناها بالعكس خذاوا معناها اجراءات استباقيه لبرشا حاجات اخرين. انا نقول لك شفنا المناشير اللي جات وكذا وعلى العمل وتقليص من العمل وغيره وبعد ندخل في الفتره هذيك الفوفوار ندخل للدار وناخذ بالكمامه وناخذ كذا والجيل وترى شنو وبعد نقول باش مش يروح للدار الصباط لازم يحطوا معناها قدام الباب ويغسل يديه مرتين. نحب نقول انا انه بالحق كان البلديات كانت جيش كان معناها كان نضال كان معناها بدون معناها حسابات والناس بكل خدمة وانا نقول برافو برافو ايميل برافو من هذا تعرفي حاجة بها اليوم انا كنت عايدوا كاتب عام بلدية مش بش يحكي على الاداريات معناها يحكي على الشأن البلدي ككل زين هذا راهو مش شوية راهو معناها فما تكامل اليوم بين رئيس البلدية والكتاب العام البلدية وهذا اللي نحبوا نراوه عنا معناها بلدية بلديتنا الكل بالضبط وهذا هو اللي حابين الميساج اللي حابين نوصلوه من خلال استضافة سي غازي سخيل كاتب عام بلدية المنستير اليوم شكرا لك في الختام سي غازي على قبولك الدعوة وشكرا على كل الإيضاحات أيضا على الابتسامة ورحابة الصدر نتاعك سي غازي سخيل معنا اليوم وإن شاء الله بعد الكورونا كما قلنا نعملوا حلقة نحكي فيها أون ديتاي على عديد المواضيع والنقاط اللي تهم الشأن البلدي بالمنستير طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار كل التعليقات وكل الأسئلة اللي توجه لكم بها مواطني المنستير ومتسكني المنستير إن شاء الله موعدنا بعد مشباش إن شاء الله شكرا سعد سلام والأخوة كل معناها المناشدين وسعمر والوقعين إن شاء الله ما ننسى حد إذا كان سميت سي مصطفى سي نبيل سعمر وفتني أخونا يسري معناها وكذا وبتمتع حلقنا على ذمتكم ويكون فما تفاعل مع الإعلام ومع وإحنا وكيف كيف أنا فرح اللي فما معناها مؤسسات إعلامية قاعدة معناها تبرز وقاعدة تظهر وقاعدة تخرج العيان وهذا مولود معناها لبنى معناها في معناها صرف معناها الإعلام التونسي وبارك الله فيكم إن شاء الله رمضانكم مرة أخرى مبروك وكما قال معناها الشاي الطيبة سي غازي وإن شاء الله عيدك مبروك بالمسبق نخليكم معنا في وصلة موسيقية طبعا لفرقة سيدي دويد بقيادة سي عبد الودود بوزقيرو تفضل.